نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. وزارة الصحة تؤكد انطلاق تهيئة العقار المخصص لبناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان. ورئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة حسن استعداد الوزارات للعودة المدرسية والجامعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت وزارة الصحة أنها انطلقت خلال شهر أوت الجاري في تهيئة العقار المخصص لبناء المستشفى الجامعية الملك سلمان بولاية القيروان، المزمع إنجازه بمقتضى مذكرة تفاهم بين تونس والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2017. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها شرعت في تهيئة العقار مع المتدخلين العموميين لربطه بشبكات الكهرباء والغاز والماء والتطهير وتحديد المدخل الرئيسي للمؤسسة بناء على طلب من الجهة المانحة قبل الانطلاق الفعلي في بناء المستشفى خلال الفترة القادمة. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن صباح اليوم الأربعاء على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في توفير الأسمدة الكيميائية الموجهة للسوق المحلية للموسم الفلاحي 2022-2023. وتطرقت الجلسة إلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الأعداد لهذا الموسم، خاصة على مستوى توفير الأسمدة الكيميائية الموجهة للسوق المحلية. كما تناولت الجلسة عددا من المحاور ذات الصلة بإنتاج الأسمدة الكيميائية وبتكلفتها المحتملة ومدى تطور توفر هذه المادة بالسوق المحلي وتأثر المخزون الوطني بالنقاص أو الاضطرابات الطارئة، حيث تم التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لهذه المعطيات خلال توجيه هذه المواد إلى الاستغلال في المجال الفلاحي. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية مفصلا لصندوق النقد الدولي سيتم عرضه على مجلس الإدارة بداية من سبتمبر 2022، مبرزا تفاؤله في التوصل إلى اتفاق مع الهيكل التمويل الدولي. وأضاف سعيد الأربعاء في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة حول انفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية أن الإشكال لا يكمن في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولية وإنما هو إشكال داخلي. وشدد على ضرورة التفاهم بين كل الأطراف والذهاب بيد واحدة لإيجاد الحلول، خاصة وأن الاقتصاد التونسي يمر بوضعية حرجة جدا. في أخبار العالم، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مساء الأربعاء أن الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بحثا العلاقات الثنائية والإقليمية في اتصال هاتفي. وفي إشارة إلى تبادل تعيين السفراء بين البلدين، ذكر الرئيس أردوغان أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة بشأن تعيين السفير الجديد في أقرب وقت، وأعرب عن دعمه إقامة التعاون والحوار بين تركيا وإسرائيل على أساس مستدام واحترام كل من الطرفين القضايا الحساسة بالنسبة للآخر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الصحة تؤكد انطلاق تهيئة العقار المخصص لبناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان. ورئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة حسن استعداد الوزارات للعودة المدرسية الجامعية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.